ماشي يا شباب، احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل على تصميم اول نوع من انواع القواعد، وهي القواعد المنفصلة. طيب احنا لو احنا جينا قلنا كالآتي، احنا عايزين يا باشمهندس نصمم المنشأ بتاعنا بحيث ان هو يكون من الاساسات بتاعتي على اساس القواعد المنفصلة. قال لي كلامك كده غلط. ليه؟ قال لي ما هو انت مش فاكر ان احنا قلنا اصلا ان في اساس معين بنحدد على اساسه هو القواعد بتاعتي منفصله ولا مشتركه ولا شرطيه ولا لبشه ولا ايه؟ قال لي اه. قال لي طيب سيادتك المفروض ان انت ده الجدول بتاع تصميم العمدان بتاعك اهو. طيب تقدر تقول ان ده حمل كل عمود، فلو جينا نقول هو ده كده السمشنز بتاعتي، يبقى انا مجموع الاحمال دي كده اللي هو 2085 هو مجموع الاحمال او التوتال لود اللي انت عايز تشتغل عليه. قال لي اه، بس في مشكله يا باشمهندس صغيره. قال لي ايه؟ قال لي ان الديزاين ده او الاحمال دي تعتبر التيمت. اه. قال لي طب اي حمل بيخش في المعادله لازم بيكون وركينج. قال لي ليه؟ قال لي لان انت دلوقتي لما بتيجي تشتغل في الاساسات بتبقى واخد الفاكتور اوف سيفتي مع قدره تحمل التربه، يعني التربه اللي تشيل مثلا وليكن 3 كيلو، خلاص كده انت بتشيلها كيلو، او اللي بتشيل 2 كيلو انت بتشيلها 1 كيلو، يبقى انت خدت الفاكتور اوف سيفتي خلاص في التربه، فما ينفعش تاخد كمان فاكتور اوف سيفتي في الحمل، فلازم الحمل اللي تدخله على الاساسات لازم يكون working. انما لما تيجي تطلع المومنت اللي على الاساسات لازم يبقى ultimate. يعني ايه؟ قال لي ما هو انت دلوقتي ودي يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، احنا دلوقتي يا باشمهندس الحمل اللي احنا هنصمم عليه الاساسات ونجيب المساحه بتاعت القاعده ده لازم يبقى working، ولكن لما اجي اجيب حديد التسليح الاريا ستيل لازم اعوض عنها بمعادله، المعادله دي المومنت اللي فيها لازم يجي ناتج عن الايه؟ الالتيميت. طيب انت عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ احنا بنقول كده ان احنا عايزين نجيب قيمه اكس اللي هو هيبقى عباره عن التوتال لود مقسوم على الاريا في البيرنج كاباسيتي. قال لي طيب انا دلوقتي اقدر اقول ان التوتال لود هو الرقم ده اهو، بس هنقسمه الاول على 1.5، او ان احنا نجيبه من الساب اللي هو نتيجه الكومباينيشن اللي الورك. تمام كده؟ طيب كلام جميل. يبقى دلوقتي يا باشمهندس تاني معلش، ده الجدول بتاع تصميم العمدان. خلاص كده الاحمال اللي عندي دي كلها هي احمال الناتج اللي انا جبتها واللي انا صممت عليها العمدان، ولكن الاحمال دي تعتبر ايه يا جماعه؟ تعتبر التيمت. طيب يبقى 2085 ده مجموع الاحمال ولكن التيمت، فانا هقسمه هنا على 1.5 عشان يشتغل عليه وركينج. طب الاريا؟ قال الاريا انا ممكن اروح على المشروع بتاعي، انا ببساطه شديده قوي هروح على المشروع بتاعي وادي اللوحه بتاعتي، هجيب المساحه بتاعة المشروع بتاعة أرض المشروع، ممكن أبقى أشتغل بقى أنا على المساحة بتاعة المشروع الأساسية من هنا كده من تحت البطوم أهي. هيقول إن الأريا 144.45 من متر، يبقى لما تبقى الأريا بتاعتي 144.45 من متر، يبقى انا لما هرجع هنا هقول هنا الاريا 144.45. طيب لو البيرنج كاباسيتي 1 كيلو جرام يعني 10 طن، لان الوحدات بتاعتي بالطن، يبقى انا دلوقتي هقول ان التوتال لود على افتح قوس الاريا في البيرنج كاباسيتي، اقفل القوس، ولكن هنا لازم نضرب التوتال لود ده اهو بس هضربه في 1.1. ليه يا باشمهندس؟ قال لي عشان وزن القعده. يعني ايه وزن القعده؟ قال لي سيادتك مش الحمل كان هنا انت ضربته هنا في 1.1 عشان وزن العمود؟ قال لي اه. قال لي طيب ماشي، ما هو دي برضه وزن قعده في الاساسات. قال لي انت واخد وزن القعده في الاساسات في الحسابات هنا؟ قال لي لا، يبقى انا بضرب في 1.1 عشان وزن الايه؟ وزن القعده. طيب المعامل اكس هنا طلع معايا ب 1.5 من بين، الحقيقه من 1
لغايه 1.1 نقدر نعتبرها ان هي لبشه. قال لي ليه؟ قال لي لان انا مش المفروض اكبر من واحد يعني خوازيق. قال لي لا، ما هو انت سيادتك 1.5%، انت محتاج تقريبا 5% زياده عن مساحه الارض. طيب ماشي، ما انا كده كده في اللبشه انا برفرف، يعني انا مثلا لو عندي في المشروع بتاعي بخرج بره المشروع بتاعي شويه رفرفه معينه كده، فالرفرفه دي تديني ايه؟ سماحيه ان انا يا جماعه ان انا اشتغل عادي. قال لي خلاص تمام، يبقى انا بالنسبه لل 5% دي مش مشكله، لغايه 1.1 مش مشكله. طيب يبقى انا لو المشروع بتاعي كان الجس قايله لي ان البيرنج كباستي 1 كيلو جرام، ده معناها ان انا هشتغل على لبشه. لو قايله لي انها 8/10 يبقى لازم اشتغل على خوازيق. خلاص كده خلصت، ما عادش ينفع ان انا اشتغل على لبشه. طب انت شغال على كام دور بقى يا باشمهندس دلوقتي؟ قال انا شغال، فاكر الشيت الاكسل هنا، انا شغال ان هو بضم ارضي واربع ادوار. يعني لو بضم ارضي واربع ادوار مشروع زي ده والبيرنج بس 8/10، يبقى انا لازم اشتغل على خوازيق، او ان انا احاول ان انا بقى اعدل من النظام الانشائي بطريقه ايه تخفف لي المنشأ شويه. بمعنى ايه؟ قال لي مثلا بعض الحلول ان انت ممكن تشتغل على بدل الفلات سلاب السوليد سلاب، بيكون اخف شويه على الايه؟ على كوزن داون ويت. طيب لو انا البيرنج كاباستي عندي بواحد واثنين يعني 12، هيطلع 88% برضه تعتبر لبشه. طب لو 15 تديني تقريبا 7/10. ممكن اقول لك ان 7/10 دي ممكن تشتغل ايزوليتد فوتنج. يبقى لو البيرنج كاباستي في المشروع بتاعي هي 1.5 كيلو جرام يعني 15 طن على متر مربع، اقدر اشتغل المشروع بتاعي ايزوليتد فوتنج. طيب في الايزوليتد فوتنج سيادتك هل هتمسك قاعده وتصممها؟ قال لي لا خالص، ما فيش حد بيعمل كده. امال احنا بنعمل ايه؟ قال لي بناخد نماذج العمدان وكل نموذج نصمم له قاعده. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي يا باشمهندس مش همسك العمود الاولاني والثاني والثالث والرابع، مش هيبقى عندي 18 نموذج قواعد، لا، انا المشروع بتاعي فيه كام نموذج عمدان؟ 1 2 3 4 5، خلاص؟ 5 نماذج عمدان، وطبعا البوست هنا بيتحمل على السيميلات، يبقى هم 5 نماذج عمدان بخمس نماذج قواعد. ده اللي بيحصل. فنيجي نقول يبقى انا لو عندي الفوتنج رقم 1، يبقى عندي فوتنج 1 2 3 4 5، ماشي يا شباب؟ طيب الفوتنج رقم 1 اللي هي العمود فيها 30 في 40، الجدول اللي انا هعمله ده مهم جدا ان انت تفهم انا بعمل ايه كويس قوي. يبقى الفوتنج رقم 1 اللي هو 30 في 40، خلاص كده؟ طيب والفوتنج رقم 2 اللي هو 30 في 50، والفوتنج رقم 3 30 في 60، والفوتنج رقم 4 30 في 70، والفوتنج رقم 5 اللي هو 30 في 80. ماشي صح ولا انا غلطان؟ اهو 40 50 60، مفيش 70، هي 80. الفوتنج رقم 5 ده هي اللي هتبقى 30 في 110. هنعمل ايه؟ ده كده الكولم دايمنشن، يبقى دي اسمها الكولم دايمنشن. طيب بعد كده هنيجي نقول الوركينج لود، الحمل بتاعي ولكن بالوركينج. هتعمل هتعمل ايه بقى؟ هتشوف العمود الاولاني، هتشوف اكبر قيمه او اكبر حمل بيشيله العمود الاولاني. يعني ايه؟ يعني اي عمود 30 في 40 اكبر قيمه عليهم 35 ماشي، ولا 109 اكيد 109، ولا 111 اكيد 111، اي حاجه في حاجه اكبر من 111 لا. يبقى اكبر حمل بيشيله العمود ال 30 في 40 في المشروع بتاعي، ماليش دعوه بقى في الجنرال، في المشروع بتاع اكبر حمل هو مين؟ قال لي هو ال 111، بس ما ننساش ان احنا نقسمه على 1.5 عشان يبقى بدل الالتيميت باور. يبقى انا هصمم الحمل ده على تقريبا 75 طن، قول 75 طن. طيب العمود الثاني اللي هو ال 30 في 50، العمود الثاني اللي هو ال 30 في 50 اكبر حمل بيشيله هل 149 ولا 150؟ قال لي لا 150. طيب 150 على 1.5 تدينا 100 وشويه، يعني نقول 101. 30 في 60، فين ال 30 في 60؟ اهو ده اكبر من 100، 182 على 1.5 يبقى 122. ال 30 في 80 اللي هو رقم ده اهو، ده اكبر واحد في الاثنين على 1.5 100 150. و 30 في 120 هو الحمل ده اهو،
خلي بالك ده 110، ده حلقة سبيشال شوية لو تفتكروا، اللي هو العمود اللي هو بتاع البوابة ده انا هصممه على 70. طب حلو قوي كده، انت وصلت زي الفل كده. كده انت قلت لي نموذج القواعد خلاص كده، والكولوم دايمنشن، والوركينج ايه يا جماعه، والوركينج لود. نبدا بقى احنا نروح في التصميم، نبدا نروح ونصمم. يبقى انا دلوقتي عندي العمود الاولاني 30، هاخد الكلام ده، يبقى ده اللي انا عايز ايه اصمم على اساسه. طيب هنبدا نروح على ايه يا باشمهندس؟ قال لي هروح على شيت الاكسل اللي انا بصمم بيه ده اهو. يبقى انا بروح على شيت الاكسل اللي هو بتاع تصميم هنروح على شيت الاكسل. هوني شوف معلش. ده شيت الاكسل بتاع تصميم المنشآت الايه؟ تصميم العناصر الانشائيه. فهنروح في تصميم العناصر الانشائيه ده اهو، الشيت بتاع تصميم العناصر الانشائيه ده اهو على الفودنج. طيب في الفودنج بتاعه احنا قلنا اهو، بس ايه جبت دي اهو، ده اللي انا عملته صح؟ حلو قوي. قلنا ان الفودنج رقم واحد اللي هو ابعاده 30 في 40 خلاص كده، العمود هيشيل 75 طن. اول ما اروح انا على الفوتنج اقول له ان الاف سي يو 250، الاف بي ال 3600، البيرنج كاباستي هي 1.5 كيلو جرام على السنتي، حمل العمود وهو هنا بيسالك على الوركينج لود. طيب حمل العمود اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو 75 طن، العمود بتاعي 30 في 40. طب الاكستنشن اوف بلان كونكريت ده اللي هو الرصافه بتاعت الخرسانه العاديه انا هاخدها 30 سم. طيب قال لك يبقى ابعاد الخرسانه العاديه 220 في 230، ابعاد الخرسانه المسلحه 160 في 170. طبعا هو بيشيل 60 سم، 30 سم يمين و30 سم شمال. يبقى نقدر نقول كده في هنا ان هي 220 في 230، يبقى انا على طول كده بص بقى معايا هقول يبقى انا عندي القاعده بتاعتي 230 في 220 في 30 سم. دول مين؟ دول ابعاد الخرسانه العاديه، ده اللي هو لو احنا قلنا ده ال في بي في تي. ده مين يا شباب؟ ده البلين كونكريت فوتنج. طيب نروح للار سي فوتنج خرسانة على المسلحه هتبقى كام؟ قال لي هنشيل 60 سنتي تبقى 170 في 160 في كام؟ قال لي هنا زي ما قلنا التخانه، نيجي بقى للتخانه. قال لي هو اعمل اي تخانه؟ قال لي لا، ما احنا قلنا التخانه بتتفرض امبيريكال عدد الادوار في 10 سم. طيب لو انا فعلا ضربت عدد الادوار في 10 سم يعني هي 60، اعرف منين ال 60 دي صح ولا غلط؟ قال لي ما سيادتك شيل الاكس هنا بيعمل تشيك على الشيل والبنش، بس سيادتك لو عملتها 50 ماشي، عملتها 40 حظك حلو، عملتها 30 لا انصيف. طب انا بقى اعملها 40؟ قال لي لا. ليه؟ قال لي لان القعده دي سيبت معاك على 40 صح؟ قال لي اه. قال لي في قعده ثانيه مش هتسيب على 40، هتسيب على 50. قال لي ايه المشكله؟ وفي قعده ثانيه هتسيب على 60. قال لي ماشي، ايه المشكله؟ قال لي سيادتك يفضل ان معظم القواعد يكون الليفل بتاعهم يكون او اسف الدبس بتاعهم يكون ثابت، عشان لما تيجي تشد بينهم سملات يبقى الموضوع ايه؟ مظبوط. يبقى سيادتك لازم تلتزم بال 60، زائد ان انت كل ما هتزود اسف كل ما هتقلل الدبس كل ما بتزود حديد التسليح، فالاحسن ان انت تخليها فعلا 60. يبقى انت 60 سيبت معايا شيل وبنش، وفي نفس الوقت يا باشمهندس ان هي ال 60 قللت لي شويه من حديد التسليح. طيب يبقى انا عندي الحديد بتاعي 10 10 سياخ في 16 اللي هو 5 في 16 على المتر تمام، في الطول القصير وفي الطول
الطويل. يبقى انا لما اجي هنا اقول له انا التسليح بتاعي، اول حاجه سيادتك عندك اللونج دايركشن والشورت دايركشن، اتجاه الطولي والاتجاه العرضي. ففي اللونج دايركشن بنقول هو 10 باي 16، مفيش على المتر بقى، هم كلهم 10 او 5 باي 16 على المتر بقى، انت حر تعمل ايه. تمام كده. والتخانه هنا ايه؟ 60. ادي كده اول قاعده. نيجي للقاعده الثانيه اللي هي 30 في 50 مع 101. بس خلاص هقوم رايح على شيت الاكسل، هقوم قايل له هنا دي 30 في 50 مع 101 اوتوماتيك، هيقول لي يبقى هي 270 في 250. ماشي، سيف وسيف. يبقى انا على طول خلاص انا مش محتاج حاجه، انا اقول هنا يبقى دي 270 في 250، تخانه دايما 30، انزل انزل 60 سم يبقى 210 في 190، والتخانه 60. طب التسليح، قال لي التسليح الطويل 11 والقصير 12، يبقى 11 فاي 16 ده في الاتجاه الطويل، و12 فاي 16 في الاتجاه القصير. يبقى السيخ القصير هنعمل منه 12 واحده، لان السيخ القصير بيتحط في الاتجاه الطويل. تاني، السيخ القصير بيتوزع على الاتجاه الطويل، تمام؟ والسيخ الطويل هو اللي بيتوزع على الاتجاه القصير، فانت عندك السيخ القصير هيتحط في مسافه 210 سم، انما السيخ الطويل هيتحط في مسافه ال 190 في ايه؟ يعني هيتوزع على ال 190، يعني 1.9 مع 10 في 5 يديك تقريبا 11، انما 12 في اسف انما 5 في 2.1 تقريبا يديك ايه؟ 12، وهكذا. طيب نيجي للي بعده، 30 في 60 مع 122. يبقى 30 في 60 مع 122 قال لي هتبقى 305 في 275. طيب احنا هنقول 310 في 280، يبقى 310 عشان كل 10 سم في 280، يبقى 250 في 220 60 سم برضه. طيب تبقى 12 و14، تمام كده. يبقى 12 و14. طيب بالنسبة لل 30 في 80، بالنسبة للعمود 30 في 80، 30 في 80 مع 159، 30 في 80 مع 159 اهو، يبقى 30 في 80 مع 159 يبقى 360 في 310. 360 اهو في 310، طبعا هي 30 سم، يبقى على طول 300 في 250 60 سم. طيب التسليح 16 و19، يبقى 16 فاي 16 و19 فاي 16، تمام كده. طيب 110 مع 70، دي هتبقى قاعدة غريبة شوية هتشوف هنا، لأن طبعا أنت عارف إن ده حالة استثنائية. 110 آسف، هو الحمل هو اللي 70 والعمود 110، فأنت هتلاقي القاعدة مطولة زيادة عن اللزوم، يعني 260 في 180، 260 في 180. ميتين وستين في 180، يبقى على طول هنا 200 في 120. طب تطلعها 8 تمانية واتناشر. يبقى 12
كده انا عملت جزئيه الديزاين، كده انا عملت الجزئيه بتاعت الاجهزه الشباب الديزاين، كده شيت الاكسل دوره انتهى معايا زي الفل. خلاص كده نقوم رايحين على مين يا باشمهندس؟ نقوم رايحين على المشروع بتاعي بقى. يبقى انا هروح على شيت الاكسل بتاعي، ماشي. يبقى انا عندي هنا في شيت الاكسل ده اهو، لما اجي اعمل بيست اهو، يبقى انا دلوقتي عندي كده ايه، ده شيت الاكسل بتاعي اهو. حطيت فيه خلاص كل حاجه، الابعاد بتاعتي وكل حاجه كده. انا كده انا خلاص، انا كده اعتبر صممت. نيجي بقى نرسم، نيجي بقى ايه المفروض ان انا ابدا ارسم اللوحه بتاعتي. طيب انا دلوقتي عايز اروح على المشروع بتاعي اهو، خلاص كده، وقمت رايح يا باشمهندس على اللوحة بتاعة العمدان، خلاص اللوحة اللي هنا اللي مكتوب فيها محاول وأعمدة، تمام كده. المفروض ان انا هنا عندي ده بالنسبة للإيه؟ للأعمدة بتاعتي، خلاص كده. قال لي طيب زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا 5 نماذج عمدان، فهو ده اللي احنا هنشتغل عليه، فهنبدأ نمسك ايه واحدة واحدة. بص بقى معايا، مثلا انت قلت ان العمود اللي هو عين واحد، اللي هو نموذج عين واحد ده اللي هو هيبقى ليها فوتنج قف واحد، قاعدة رقم واحد يعني، وانت معاك الابعاد بتاعته على شيت الاكسل. الابعاد بتاعته في شيت الاكسل بتقول لك ان العمود الاولاني ده ابعاده 230 في 220. طيب يبقى انا هعمل على اللاير بتاعت الفوتنج، يبقى انا لو عملت لاير للفوتنج مثلا، وقمت قايل ان انا عندي 230 في 220، وهعمل اوفست 3/10 للعمود بتاعي، آسف للقاعدة بتاعتي. يبقى أنا عندي دي القاعدة العادية ودي القاعدة المسلحة. طيب هاخد الكلام ده بشرط، أولا السي جي بتاع القاعدة يكون مع السي جي بتاع العمود بالظبط، يبقى سي جي القاعدة يبقى مع سي جي العمود، والاتجاه الطويل في القاعدة مع الاتجاه الايه الطويل في العمود. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني مثلا عين 5 اللي هي هيبقى قصادها قاف 5، قاف 5 كام في كام يا باشمهندس؟ قال لي قاف 5 260 في 180، 260 اهو في 180، واوفست 3/10 من كل ناحية، وهيبقى ده اصفر وده احمر، يبقى الطويل مع الطويل والقصير مع القصير. وزي ما قلنا ان السي جي بتاع الايه؟ السي جي بتاع القاعده يبقى مع السي جي العمود بالظبط. طيب خلي بالك بقى معايا، نيجي للعمود ده اهو، هناخد ده كده وهنعمل كوبي، هنقول له برضه ان من هنا لهنا ولهنا ماشي. طب عين 2 قال لي مثلا انت عندك عين 2
270 في 250. ده من شيت الاكسل بقى، 270 في 250 يبقى سي جي مع السي جي. في بقى حاجة خلي بالك معايا، أنا قاصد إن أنا أخلي الخرسانة العادية بالأخضر والخرسانة المسلحة بالأحمر عشان أدي لك معلومة إن أوعى الأحمر يتقاطع مع الأحمر، صح؟ يعني لو الخرسانة العادية اتقطعت مع الخرسانة العادية عادي مش فيها مشكلة، انما لو الخرسانه المسلحه اتقطعت مع الخرسانه المسلحه كده ايه القواعد اتقلبت، بقت قواعد ايه يا جماعه؟ قواعد مشتركه. طب تعالى مثلا عين اربعه، خلاص كده قال لي عين اربعه، قال لي عين اربعه في الديزاين طلع معايا كام؟ قال لي عين اربعه طلع معايا في 360 في 310، يبقى 360 في 310 سواء هنا سواء هنا. طبعا زي ما قلنا السيميلات دي مش مهندس بيحصل ايه او بيبقى موقفها ايه، قال دي بتحمل على الايه على العمدان. طيب نيجي للعمود ده نشوف ايه اللي هيحصل. عادي جدا ان الخرسانه العاديه تدخل في العاديه والمسلحه، انما طالما المسلحه ما دخلتش في المسلحه كده تمام انا زي الفل، كده تمام انا زي الفل. قال لي خلاص يبقى انا بصمم اهو تمام كده. طبعا المفروض ان القاعده دي لو انا عملت لها روتيت 90 درجه المفروض ده الوضع الصح بتاعها اصلا على فكره، ان هي كده مقلوبه المفروض دي كده هنا هنا هي مظبوطه سي جي مع السي جي اهو تمام، وهنا اهو زي ما قلنا عادية مع عادية يدخلوا في بعض مش مشكلة تمام كده، إنما المسلحة ما يدخلوش مع بعض. قال لي طيب ماشي زي الفل كده أنا صممت العمدان دي كده. طيب بتعمل إيه بقى سيادتك؟ قال اللي بيحصل إن أنا بعد ما بصمم العمدان وبقول قف 1 2 3 4 5 خلاص كده بيبقى معايا الإيديت بقى، إن أنا طبعا ده مش الشكل النهائي طبعا للوحة. قال لي أمال بتعمل إيه؟ قال بنبدأ نقول بقى ان انا لو عندي سميل، وهنتكلم بعد كده في تصميم السميلات ده. قال لي لو انا عندي سميل مثلا كده مثلا، وده هيبقى شداد بقى مش هيبقى سميل. طبعا السميل مثلا هو واخد عرضه 3 من 10 نفس عرض العمود، وفي عندي مثلا سميل كده اللي انا هقوم شد ما بين القواعد وبعضها، هنا برضه ده هيبقى شداد مش سميل خلي بالنا تمام. مثلا انت رابط القاعدة دي بدي، فيفضل في السيميلات انك تربط بالعمدان ماشي، يعني مفترض ان السي جي بتاع القاعدة هو سي جي العمود، فلو ربطت من العمود للعمود كده يبقى انا كده مظبوط تمام كده. خدنا من العمود ده للعمود ده، ده سميل. خدنا من العمود ده هنا بقى، هنا لازم عشان السميل يبقى هو طبعا هنا ده مش محتاج سميل، ما هو رابط ايه؟ رابط على القاعده. قال لي بس يفضل ان انت لما تيجي تعمل السميل تعمله عشان تسليحه هنا وتعمله كده، بحيث يبقى تسليح الشمعه
نزل على السيميلي خلاص، وبعدين قال لي هنا هنضبط العمود ده هو بالعمود ده هو. والعمود ده اهو كده تمام كده. كل عمود يفضل ان هو يكون مربوط باربع اتجاهات. طب عمود زي ده، قال لي بعض الناس تقول لك ما تربطه هنا على السميل ده، وبعض الناس تقول لك خلاص ما هو كده مربوط من ثلاث اتجاهات كفايه، ولكن يفضل ان هو يتربط باربع اتجاهات. زي عمود زي ده مثلا، برضه عمود زي ده يفضل ان هو يتربط في القاعده دي حتى، او هيتربط في السميل ده القاعده دي او السميل ده كده ماشي كده يا جماعه، بحيث ان هو يبقى مربوط من جهتين على الاقل. يعني عمود المفروض يتربط من جهتين على الاقل خلاص كده. قال لي طيب كلام جميل، هنعمل ايه بعد كده؟ قال لي بعد كده بقى ده ايديت بسيط جدا، ان انت هتيجي تعمل ايه؟ ان انت هتيجي تقوم جاي طبعا انت باصص من فوق، فانت شايف ده كده سميل خلاص كده، وبعدين السميل مع منسوب القاعده، المفروض دبس السميل قد القاعده. لو دبس السميل قد القاعده اهو، لو دبس السميل اكبر من القاعده هيبان كده. تاني لو دبس السميل مع منسوب السميل مع منسوب القاعده، وده اللي احنا قلناه قبل كده ان هو المفضل ان هو منسوب السميل يبقى مع القاعده، والاثنين مع نفس في نفس المنسوب وتمام، يبقى كده. لو اكبر من السميل، وده بيبقى خصوصا في الشداد ده بقى، لما نيجي نتكلم على الشداد احنا قلنا دبس الشداد اكبر من دبس القاعده، هيبقى كده. طب هما الاثنين في منسوب واحد اهو، طب هما الاثنين منسوب واحد اهو. طيب هنا طبعا ما فيش خرسانه عاديه، الخرسانه العاديه هنا ساحت على بعض اهي، وهنا مفيش حاجة. طبعا عين واحد هتبقى قاف واحد، وطبعا مفيش فاصل تمام كده، ومفيش الجزء ده، ومفيش فاصل، ومفيش الجزء ده. هنعمل الكلام ده، هنعمل الكلام ده في اللوحة كلها، هنعمل الكلام ده في اللوحة كلها. زي ما قلنا هنا العمود ده أو الشمعة دي بتبقى مربوطة على الشداد اللي هيبقى هنا، وهنعمل هنا هنعمل هنا برضو هيبقى فيه هنا سميل، وهنعمل هنا سميل رابط الاثنين دول ببعض. هنا طبعا دي قاعده جار ودي قاعده جار، فبينهم سميل خلاص كده. وهيبقى فيه سميل هنا كده يربط ايه او يتحمل عليه العمود اللي هنا، ويبقى انا كده بدات ان انا اشتغل اهو زي ما اتفقنا، ان يفضل ان العمود ده يتربط في القاعده دي كده بايه بسميل، بحيث انه يبقى التربيط كل ما كان اقوى كل ما يمنع الديفرنشال ستمنت. قال لي الكلام ده كله بحيث ان انا اقدر اوصل للشكل ده. يبقى انا لو عندي اهو القواعد اهي، قف واحد، قف اثنين، قف ثلاثه، قف اربعه، وكل قاعده طبعا احنا ما اتكلمناش على قاعده مشتركه، وكل واحده فيها ايه؟ وكل واحده فيها السيميلات بالمنظر ده كده، وكلهم مفتوحين اهو. طبعا هنا المشروع ده كان عباره عن قواعد منفصله تحت ليبشه من الخرسانه العاديه، يعني كل ده ايه؟ تحتها منها الخرسانه العاديه. فلما بتعمل الكلام ده بتبدأ ان انت تدي كل نموذج طبعا قف واحد قف اثنين قف ثلاثة مع عين واحد عين اثنين عين ثلاثة السيميلات، هنا هتلاقي فيه سميل واحد والسميل اثنين طبعا على حسب بقى الاسبان بتاع السيميلات، لسه ما اتكلمناش على ديزاين السيميلات. بحيث ان انت بتيجي تعمل الجدول اللي هنا بتقول ان قف واحد تحت منها لبشة من الخرسانة العادية، لو مش لبشة بتدي ابعاد الخرسانة العادية. قف واحد 230 في 2 متر في 65، التسليح الطولي السفلي بكذا، العرضي السفلي بكذا، قف اثنين، قف ثلاثة، قف أربعة، ولو قف خمسة دي اللي هي القاعدة المشتركة اللي احنا لسه هنتكلم ايه؟ هنتكلم
عليها في الفيديو الجاي، اللي هو القعده المشتركه والقعده بتاعت الجار اللي هي الشدادات. امتى اشتغل على القعده المشتركه وامتى على الشدادات؟ قال لي باختصار شديد جدا يا باشمهندس اللي هيحصل كلام، انت لو عندك العمودين دول، قال لي ده متوقع ان طبعا عمود جار، فانت عارف ان عمود الجار يا اما قاعده مشتركه يا اما قاعده مشتركه وايه؟ يا اما قاعده منفصله وشداد. قال لي طيب بس المسافه من السنتر للسنتر لما تكون صغيره زي المسافه اللي قدامك دي كده بتبقى اقل من 3 متر، وفي ناس بتتكلم ان هي اقل من 5 متر، على طول يبقى من غير ما تفكر قاعده مشتركه. اما لو المسافه كبيره زي المسافه دي كده يا باشمهندس، زي المسافه دي كده يا باشمهندس، مثلا دي كده اهو 4 65 تقدر تعملها قاعده منفصله مع شداد، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي، اللي هم المثال ده، المثالين ده هم. المثالين دول عباره عن ايه؟ عباره عن قاعده جار عمود جار مع عمود داخلي والمسافه بينهم اقل من 3 متر سنتر تو سنتر، هضطر ان انا اعملها قاعده مشتركه، وعمود جار مع عمود داخلي المسافه 4 65 يعني كبيره، يعني ممكن اعملها قاعده منفصله مع ايه؟ مع شداد. خلاص كده ده اللي احنا هنتكلم عليه الفيديو اللي جاي.